بيتساءل البعض، هل أنا أتمتع بصحة نفسية ولا لا؟ وتعريف الصحة النفسية هي الخلو من الأمراض أو الحالات أو الاضطرابات النفسية. في طريقة من أبسط وأشهر التعريفات للصحة النفسية هي قدرتك على التكيف على ظروف الحياة مهما كانت قاسية. التصرف بتاعك بيكون إزاي والتفاعل بيكون إزاي. في بعض النظريات علماء تانيين افترضوها وقالوا إنه لكل واحد منا صورة، يعني أنا بيني وبين نفسي في صورة ذاتية كيف أرى نفسي، وفي الناس ليهم صورة اجتماعية كيف يروني الناس، وكمان في صورة مثالية كيف أتمنى أن أكون. لو أنا رسمت الثلاث صور دول في مثلث، الصورة الذاتية والصورة الاجتماعية والصورة المثالية، كل ما المثلث تباعد والصور دي تباعدت عن بعضها، أنا أرى نفسي أبعد بكثير مما يراني الناس، أبعد بكثير مما كنت أتمنى نفسي. دي منتهى العلة النفسية والاضطراب النفسي. وكل ما تقاربت الصور على بعضها إلى درجة التطابق، أنا أرى نفسي كما يراني الناس كما أتمنى أن أكون. دي منتهى الصحة النفسية. في مجموعة فقيه الطبية، الأطباء النفسيين والاستشاريين النفسيين المعالجين دورهم إن هم اكتشاف أي اضطراب نفسي والتبليغ بيه عشان تاخد حذرك من عدم الوقوع في مرض نفسي. ومش بالضرورة إنك تزور العيادة النفسية إني أتهمك بإنك مريض نفسي وإنك لازم تاخد علاج، لا، ممكن أقولك كيف تتفاعل مع الأزمة في الوقت الحالي. شكراً.